bad. أحاول أقوله. يوسف رياض، يوسف ميخائيل، يوسف ميخائيل بحيل. تاريخ الميلاد 2002 برضه. 27 11 44. محل الميلاد اسكندرية. اسكندرية. كم أخ وأخت؟ تقدر تدينا لمسة سريعة عن الوالد والوالدة؟ أسميهم لمسة سريعة عنهم. الوالد الرياض يوسف والوالدة ندى سعيد نعمة. نبذة سريعة عنهم، الأب خدم جيله بمشورة الله وكان قدوة لينا. الأم مدرسة فعلا تعلمنا منها الكثير، وكانت دائما يعني لا اذكرها الا بتشتغل وبترن يعني دائما. وابويا كان عنده محل وما كانش فيه تليفونات في الوقت ده كتير، وكان يرن في المحل ولما حد يكلمه يرفع التليفون ويخلص العدد الترنيم بعد ما يقول له يعني مش هيقطع العدد. و الوالدين دول كان ايه تاثيرهم على حضرتك؟ يعني اشكر الله، دي من واحده من نعمه الله السياديه ان الواحد اتولد في بيت مؤمنين، بيت جنب الاجتماع، فحبيت الربط وحبيت الاجتماعات وحبيت الاخوه من مصغر. يعني لا اتذكر امتى ابتديت احب، اعتقد اني اتولدت في الجو المقدس. يعني معنى كده ان حضرتك في يوم من الايام كنت صغير كده، مش طول عمرك الاخ يوسف رياض يعني. لا برضه انا صغير كنت الاخ يوسف. احكي لنا شويه عن طفولتك، كنت بتعمل ايه؟ كنت بتفكر ازاي؟ كنت بتبص للامور الروحيه، الامور الله ازاي وقت انت سيبك مثلا 10 سنين 12 سنه، وقت الطفوله المتأخرة أو المراهقة المبكرة، كنت بتبص للأمور إزاي؟ برضه أعتقد إنها نعمة من الله، إن ما كانش ليا كتير في لعب العيال. ما عزوش يعني، مش بس ما عملوش، لا ما بعزوش. أفضل قوي إن أقعد قعدة ناس كبار وأتكلم في أمور جادة. وبرضه من نعمة ربنا إن كان عندنا في الوقت ده مجموعة من الشبان الكبار. بالنسبة ليا أنا كنت صغير وهم كانوا كبار، كنت أحب أقعد معاهم، أتناقش معاهم، أتحرك معاهم، لدرجة إن أول مجمع حضرته من اسكندرية سافرت إلى القاهرة كان عندي 7 سنين رايح أحضر. بعد كده بشوية ابتديت أخد معايا كشكول عشان أكتب الملاحظات كلها برضو في هذا السن المبكر، فتحس إن يعني راحت شوية. الموضوع مبتدي مبكر. طيب قولي يا أنتي يوسف، يعني بتحضر مجمع وأنت عندك 7 سنين، إمتى ابتديت تحس إنك أو إمتى يعني فكرة التفرغ التام من الخدمة ابتدت لأول مرة؟ أنا عايزة بس تاريخ أو سنة. هي ما جتليش أنا، لكن جت للإخوة سنة 74 قالوا لي، بس أنا كنت حاسس إن لسه الميعاد ما جاش، وعلى 81 فرغ. كنت بتعمل إيه وقتها؟ أنا كنت مهندس. فين؟ خدمت في الأول في القاهرة، بعدين دخلت الجيش 7 سنين، بعدين اتنقلت الى اسكندريه مهندس برضه، واتفرغت وانا في اسكندريه. كان ايه تخصصك الهندسي؟ ميكانيكا، مهندس ميكانيكا. اول مره اعرفها، بس
بس اكيد بابا كان يعرف اكيد. تقدر تقول لنا اسماء حضرتك دلوقتي قلت كنت بتقعد مع شباب اكبر منك في السن ودول كانوا ليهم تاثير، تقدر تفتكر او تقول لنا اسماء بعض الشباب دول؟ طبعا ما بقوش شباب ومش موجودين على الارض، لكن اخد اسكندريه يعرف مثلا واحد زي الاخ زكي روح من كام شهر، واحد زي الاخ جرجس فهيم، واحد زي الاخ صمويل ناشد، في الحقيقه كانوا شباب نقاوه وانا عشرتهم ومساير الحكماء يصيروا حكيما، فكانوا بركه ليا بركه كبيره فعلا. سنه 81 سبت الهندسه واتفرغت تماما لخدمه الدوله. انت تعرفت الاخت ايمان من يوم مولدها. يعني انا كنت بحكي لمين؟ قلت انا رحت المنصوره مرتين، اول مره يوم ما اتولد، وتاني مره بعديها بعد ما اتفرغت للخدمه رحت المنصوره مرتين في حياتي. المره الاولى كانت يوم مولدها. يعني حضرتك فاكر اليوم ده؟ لا. لا. يعني نسيه ولا متنسيه؟ وبعدين عشان محدوده سياسه. انا كنت صغير بس قالوا لي ان انا امي صعب انها يعني تسيب كل العيال، فاخذت واحد عشان تخفف على الباقيين، كنت انا الواحد اللي رحت معاه. انتوا تقربوا لبعض؟ يا بنت خالتي. الاخت ايفان بنت خالتك. اوكي. تعرفتوا على بعض سنه كام؟ انا بقول لك هو ارتبطنا سنه 69. اولاد قد ايه؟ عندنا نمر فاضل واحد اسمه راجي والكبير اسمه ساهر في كندا. ايه الفكره ورا تسميه ساهر وراجي؟ مشتاق زي كل المؤمنين لمجيء الرب. فالاول انا ساهر مستنيه وكمان راجي منتظر مجيء. يعني من وحي مجيء الرب. احكي لنا شويه عن احفادك اساميهم اعمارهم وعلاقتك بيهم. يعني واحد قال لو كنت عارف ان الاحفاد حلوين كده كنت بديت بيهم. فالاحفاد بركه فعلا. عندي ميلودي الكبيره ومايكا اخوها، وبعدين دول 12 و9 مثلا 10 يبقى على طول. وبعدين عندي ايمانويل واليانا. ايمانويل كام؟ تن برضو. وليانا 6. اهلا وسهلا. لما بتقعد مع احفادك بتعمل ايه؟ بتبقى احلوس برضو ولا بتبقى جد؟ يعني بحب اعمل لهم كويز من كلمه الله وهم شطار في الحقيقه، سواء الاثنين اللي في كندا او الاثنين اللي في كاليفورنيا، بسالهم اسئله انا مندهش من ان بيحصلوا جيد، واللي بقول لهم بيحفظوه لما كان يوم اسمعه لهم الاقيهم ممتازين. بس بيلعب تشيس برضه. بتلعب معاهم اي جيمز او حاجه كده؟ ما قال لك تشيس وبيبي فود برضه مش امبارح. يعني بالنسبه لهم بتبقى الاخ يوسف رياض وبتبقى جده برضه. الاثنين. طيب انا هسيبك لحظه وهناخد مداخله من الاخت ايفات. من كام سنه بذلت موهبه، ايه بذلت؟ يعني ايه بذلت؟ كلام قوي ظهرت. موهبه قويه جدا. انا عارفه طول عمري ان الاخت ايفات صوتها حلو مرنمه، كنت سمعت لها تسجيلات، لكن من كام سنه طلع البوم معرفش تعرفوا عنه، يمكن كتير ما تعرفوش عنه، لكن الاخت ايفات كانت هي اللي كاتبه التعليم بتاعته كلها، كل الكلمات، بعض المرنمين ساعدوها في التلحين وهم اللي رنموا. انا مش هتكلم عن الالبوم، لكن انا عايزه الاخت ايفات بس تقول لنا في كام جمله صغيرين ايه الملابسات اللي كان ورا الالبوم دوت. الالبوم بعنوان فوق المياه. الالبوم بعنوان فوق المياه، فهي هتقول لنا
ايه الخلفيه بتاعت الالبوم ده؟ كلنا نسمع شريط ترانيم، لكن ايه اللي كان ورا الستار، ورا الكواليس بيحصل والكلمات دي بتتكتب وبتطلع؟ هناخد مداخله تليفونيه على الهواء مباشره. مساء الخير. انا مبسوطه قوي معاكم السنه دي، لان ما جتش خالص دي حاجه حلوه خالص. بالنسبه بقى للالبوم اللي بتاعي هو في الحقيقه في حوالي 7 سنين كده كنت تعبانه شويه وحاسه زي الم في جنبي، فرحت للدكتور قالوا لي في حصوات في المراره لازم تتشال. رحت كشفت وبعدين الدكتور قال لي لا لازم تروح للدكتور كبد الاول وما تقدرش اعمل عمليه. فرحت للدكتور وللاسف الشديد اكتشف يعني قال لي لا لازم فورا تبتدي العلاج لانه يعني الفكره تعبانه. فالحياه كنت محتاره جدا ساعتها وقلت يا رب كده كان طبعا يوسف مسافر فكنت لوحدي ولازم اخد ديسيجن يعني. صليت وقلت له يا رب بارك في مشيتك يعني اعمل ايه دلوقتي؟ فالدكتور ساعدني وقال لي يعني ممكن نبتدي بسرعه العلاج يعني هيك مش فيه. وابتديت العلاج بس كان مرهق جدا 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 ومتعب قوي قوي وكنت يعني تعبت خالص وكنت بقعد بالليل مش عارفه انام خالص من التعب. فبقيت اقول يا رب طب يعني اذا انت عايزني ان انا ما نمش طب خليني اعمل حاجه مفيده يعني ما بقاش قاعده متضايقه. فالحقيقه دي الكلمات ابتدت تشد تاني واقوم اكتب كل الليل اصحى الصبح الاقيها متظبطه يعني مش محتاجه خالص اظبط فيها اي حاجه. فاتشجعت قوي بالرب وقلت خلاص يعني حكمت. اللي خلى الموضوع يوصل للرسيدين ان جالي الاخ بهجت عديده مرنم معروف يعني جه يزورني وبعدين جه شجعني قلت له الحمد لله ربنا يعني شجعني قوي قوي الكلمات. فقال وريني فوريته الورقه اللي انا كاتبه فيها الترنيمه بتاعت اول ترنيمه في الشريف يعني. طب اديني الورقه اللي اتجابه ده وجيبه خلال 3 ايام في اللحنه وبعتها لي على طول. شجعتني جدا 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 وابتدى يقول لي لا يعني انت لازم تكملي وكل كلمه الرب يديها لك لازم تكمليها لان دي ممكن تشجيع لغيرك اللي هو يعني. وفعلا كل ليله مفيش نوم وفي ترنيمه مفيش نوم في ترنيمه. ف في الاخر حسيت انه ايه اللي دول حلو يعني وابتديت بقى اجمعهم واوريهم وابتدينا مع بعض نشتغل طلع ده. والحقيقه كل كلمه فيه ده يعني بيتحسن بيها عشان كده وصل لناس كتير وشجعهم قوي قوي. ويعني هقول بس حاجه سريعه كده واحده من تاني في امريكا بتقول لي انا عايزه اقول لك ان انا كنت هي شابه يعني رايحه انتحر يعني كانت حالتي نفسيه وشريفه جدا جدا عندها مرض مش عايز يروح. وبعدين لقيت الشريف ده في العربيه وحطيته وسمعته لقيت نفسي عماله عيد فيه سمعته يمكن 10 20 مره وبعد كده رحت واخده يزور ورجعت. فحسيت انه فعلا يعني اي حاجه صغيره الواحد يحس بيها بتمجد الرب لازم ان هو يقولها. يعني شوية الأول ما بحبش أحكي لكن شجعتني فقالت لي لا ويمكن تكون برضه مفيدة يعني. فبشكر ربي جدا طبعا والحمد لله صاروا لي يعني الدنيا تكمل كويس وميرسي صبروا. كنا موضوع من عندك بقى ده الظروف بتاعت الالبوم عند الاخت ايمان بالنسبه لحضرتك الوقت اللي كانت تعبانه فيه الشريط بيطلع او التنانين بتتكتب وحضرتك برضو في الخدمه كان ايه مشاعرك كانسان؟ يعني
ايطاليا وقوي شويه. بياخد ايفنت صحيه بتعدي التحديات وبرافو بيستخدمها بالرغم من كده ان هي تكتب ترانيم وبتتلحن وبيطلع شريط وحضرتك في نفس الوقت في الخدمه. كنت هل الموضوع ده كان مأثر عليك سلبيا ولا برضه كنت بتشجع كنت مكمل كنت بتفكر ازاي بتفكر في تعبها وانت بتخدم؟ يعني اللي انا بشوفه ان الله ليه خطه مع كل واحد وهذه الخطه زي ما نفهم من رومية 8:28 الله يريدنا نتغير الى صوره المسيح. واعتقد كل التعاملات اللي احنا بنشوفها احيانا سلبيه كلها ايجابيه كلها بخيرنا نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير. عشان كده في اثناء مرضها وتعبها يعني اشكر الله انه كان بيتكلم معها كان بيشجعها. واعتقد ان في النهايه لما نوصل هناك ونستعرض حياتنا كلها قدام كرسي المسيح هنعرف ان مفيش دقيقه او ثانيه الا كانت كل المعاملات للخير ولمجد. يوسف تتمنى ايه سنه 2018 غير ما تلاقي الرب؟ يعني انا عندي كميات كتب كتيره في الكمبيوتر بصلي ان ربنا يساعدني علشان هذه تطلع رويدا رويدا اذا كان الرب ناوي يستنى. يعني نصيحه تقدمها للشباب مش الصغيرين الشباب الكبار اللي موجودين في القاعه تحب تقول لهم في واحد يهودي قال تعبير كويس بس انا هطبقه روحيا. قال انا بخلي بالي من السنتات والدولارات بتخلي بالها من نفسها. طبعا يا اللي عايز اقوله ان احنا نخلي بالنا من الدقايق من الوقت الصغير اللي ممكن يضيع ولو ما ضيعناش وقت هنلاقي ان ربنا بيكرم وبيبارك في الوقت. يعني آفة العصر الوقت اللي بيضيع احيانا كتيره بيضيع قوي في حاجات لا قيمه لها قصار. فانا يعني انصح اخواتي اننا اهم واغلى شيء عندنا هو الوقت. حتى قال بولس مفتدين الوقت لان الايام شر. في سؤال انا ما سالتوش لحضرتك كنت متوقع او كنت تحب ان انا اساله لك؟ لا اطلع. في اي حد يحب يسال عند يوسف اي سؤال؟ انا حابب بس اسال حاجه صغيره. ايه اتفضل. واحنا شباب جامعه في يوسف اسيوط في كلام حفر جوانا من حضرتك كنت بتكلمنا عن الدعوه حياه المؤمن ازاي رب دعاك انك كنت في امريكا على ما اذكر مش عارف صح ولا غلط. قلت له طب يعني انت كده بتفرد بيا. عايزين بس الحته صغيره الدعوه. هل الدعوه خاصه الدعوة فعلا ازاي الشخص فعلا المدعو يميزها وازاي بيطبقها وازاي حضرتك قدرت تصير فيها؟ يعني لو ما اتكلمتش عن نفسي لكن اتكلمت من الكتاب عشان يبقى الكلام مور جنرال. يعني اعتقد ان الشخص المدعو بيبقى متباطئ جدا وليس مدافع. يعني الاندفاع ليس سمه مريحه لكن الاحساس بعدم الاهليه وعدم القدره اعتقد ده بيبقى اكثر يعني بتدي راحه اكثر من جهه دعوه الشخص. يعني مثلا اتذكر كل رجال الله موسى مثلا قد ايه كان متباطئ. احنا عارفين انه لما اندفع وطلع نفسه ما كانش وفعلا ما نفعش وقعد 40 سنه. بعدين لما جه ربنا دعاه انا صغير الفم ولسه انا اكلم فرعون. في الحقيقه ما كانش في خادم ولا شخص في كل تاريخ اسرائيل نظير موسى زي ما الكتاب بيقول. جدعون نفس الحكايه، ارميا نفس الحكايه، كل من استخدمهم الرب احسوا بانهم ما ينفعوش. وانا اعتقد ان دي سمه جيده. اما الاندفاع فهو يعني علامه مش صح. سؤال واحد اخير تاني.
احنا عايزين يعني الاخ هاني كان بيتكلم عن الدعوه، كنا عايزين نعرف للشباب يعني ايه الطريقه اللي حضرتك شايفها يعني مجديه اكثر في دراسه الكتاب المقدس. يعني اعتقد بدايه لازم نحب الكتاب. اذا حبيت الكتاب هتدرسه، اذا قطعت الكتاب هتفهمه. يعني اعظم شارح للكتاب هو طاعته، اعظم اسلوب لدرس الكتاب انك تحبه. اذا حبيت الكتاب وقطعت الكتاب اعمل اي حاجه هتتقدم روحك. يعني المطلوب انك تحبه وانك تطيعه. يعني لو قلنا طريقه الدراسه شويه، طريقة الدراسة يعني أبسط طريقة واللي أنا بفضلها لكن بعد مش بالضرورة بستعملها النهاردة هي 0-0. دي أعتقد إن هي الطريقة البسيطة المثلى اللي لازم كل واحد يعدي عليها. لكن بعد كده بعد ما تدرس الكتاب 0-0 يمكن تبتكر أنت طريقة لدراسة الكتاب خاصة بيه، أو دراسة الموضوعات أو دراسة الشخصيات، أو يعني المهم بس تعرف. يعني مهم جدا انك تعرف مثلا صفر زي نحو بيتكلم عنه، يشوع بيتكلم عنه، يعني الاوتلاينز بتاعت الصفر ده تبقى عندك فكره هو بيتكلم عن ايه. ده هيساعدك بعد كده انك تدرس باي طريقه، واعتقد ممكن تبتكر طريقه ما حدش درس الكتاب بيها غيرك. شكرا يا اخي يوسف، فرحانين خالص باللقاء معاك. شكرا اخت ايفات للاختبار اللي شاركتيه معانا، مره تاني نورنا. ربنا يبارككم يستخدمكم في كل مكان باكثر قوه. تحيه كبيره ليكم.